مين ممكن يحدد امتى تنتهي الحرب دي؟ هل في معاد لانتهاء الحرب؟ عايز اقول لك ان في مسؤولين امريكان اتكلموا اول امبارح ومسؤولين اسرائيليين اتكلموا امبارح، وكلهم كانوا بيدوروا في فلك ان الحرب دي ما قدامهاش شهور، قدامها اسابيع وليكن اول يناير، زي ما الخبر اللي هننقله لحضراتكم من الاعلام العبري بيقول بالظبط. الولايات المتحدة تحدد موعد لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة، وده اللي حصل. ونقلوا بلينكن لبنيامين نتنياهو في زيارته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل موعد نهائي لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة. والكلام ده إن الإدارة الأمريكية قالت لبنيامين نتنياهو إن موعد انتهاء الحرب هو موعد بداية العام المقبل، يعني في بداية السنة اللي جاية. يعني احنا بنتكلم النهاردة على ثلاث أسابيع تقريبا. ده CNN بتدعم ده وبتقول ان هيكون في بداية يناير، وكلهم احنا في فلك الثلاث أسابيع. زي ما انت شايف CNN عن مسؤولين بإدارة بايدن: نتوقع استمرار الغزو جنوب غزة لشهر يناير قبل استهداف إسرائيل قادة حماس بشكل ضيق. يعني هيبقى العمليات العسكرية الكبيرة دي الأول يناير، بعد كده هيكون إيه بقى؟ عمليات عسكرية محدودة المدى. محلل عسكري إسرائيلي بيكشف أسباب تمنع الاحتلال من الاستمرار في حرب غزة أكثر من 10 أيام. هما بيتكلموا عن ثلاث أسابيع، ولكن محلل عسكري إسرائيلي ليه رأي تاني. الشرق بتنقل وبتقول: محلل عسكري إسرائيلي يكشف أسباب تمنع الاحتلال من الاستمرار في حرب غزة لأكثر من 10 أيام. الأسباب دي ممكن نلاقيها مع بعض في التفاصيل. إذا لم نطهر مدينة غزة، هو بيقول كده، إذا لم نطهر مدينة غزة وضواحيها في 59 يوم من الحرب، فلن نتمكن من تطهير خان يونس وضواحيها في فترة أكثر بكثير. مع وجود مليوني نازح أو حوالي 1,800,000 من شمال القطاع و 200,000 من خان يونس، وضغط أمريكي يملي قيودا على العملية، إضافة إلى خطر النيران الصديق. كلام المحلل الإسرائيلي حول النيران الصديقة جاء بعد أن قالت هيئة البث الحكومية في 28 نوفمبر اللي فات إن 8 من الجنود اتقتلوا بنيران صديقة في أسبوع واحد شمال قطاع غزة، فما بالك باللي ممكن يحصل في الجنوب وتحديدا في مدينة خان يونس اللي هي شائكة بشكل كبير جدا. واشنطن بوست بتقول الكلام ده كله، يعني بتبص للمعركة دي كلها من وجهة نظر مختلفة خالص، بتنقلها فرانس 24. واشنطن بوست بتقول: إسرائيل بعيدة تماما أو بعيدة كثيرا عن تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس. واشنطن بوست بتصدم إسرائيل، تصدم الشارع الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين أو المواطنين الإسرائيليين، وبتقول لهم السقف اللي عملته القيادة في إسرائيل وبنيامين نتنياهو واللبيد ومش عارف إيه وجالانت، لا التاني ده في المعارضة، ده المعارض، إنما جالانت على الأقل والناس دي، دول قالوا إن إحنا هنقضي على حماس والموضوع أيام وحنخلي ونسوي. ف واشنطن بوست بتقول لهم لا، انتوا بعيدين كتير عن تحقيق الهدف اللي اعلنتوه، الا هو القضاء على حركة حماس من قطاع غزة. لحد دلوقتي بتتكلم عن المعلن من 7 اكتوبر حتى الان على لسان الاسرائيليين، على لسان المتحدثين العسكريين ان الرسميين للجيش، يعني انهم مات منهم حوالي 410، وده لحد دلوقتي، وده المعلن. الناطق العسكري في الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين، أحدهم برتبة عقيد من كتيبة المدرعات قتل خلال المعارك الدائرة في غزة، والآخر ضابط احتياط قتل في حادث سير قرب الحدود مع القطاع. يرتفع عدد قتلى الجيش منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 410 جندي وضابط، 410 جندي وضابط، وهذا هو المعلن. الأرقام دي بيتم التشكيك فيها دايما من قبل عسكريين إسرائيليين وغير إسرائيليين.